مساء الخير اعزائي المشاهدين، واهلا ومرحبا بيكم وحلقه جديده وتحيا الستات. مساء الخير يا منى، مساء الخير يا ايمان، مساء الخير يا حنان. مساء الخير يا سهى، منورنا النهارده، ويا رب تكون حلقه جميله على الساده المشاهدين. وفقرات حلقتنا النهارده جميله ومتنوعه باذن الله. هتكون معانا فقره عن مرض الاكزيما، هنعرف اسبابه واعراضه وايضا طرق الوقايه منه وطرق علاجه، وده هيكون مع الاستاذ الدكتور محمد اسماعيل القاضي وسلسله مجموعه صيدليات القاضي. والفقره الثانيه هتكون معانا مع حبوبه ملكه الأناقة والجمال، وهنتكلم عن طرق العناية بالبشرة وإزاي أعرف أعتني ببشرتي مساء وصباحا. أما بالنسبة للفقرة الأولى في الانترو معانا، هنتكلم فيها عن موضوع فرض نفسه على الساحة دلوقتي، هو موضوع الجريمة. الكل دلوقتي بيستسهل الجريمة، الكل بيمسك سلاح، مفيش بيت دلوقتي إلا مرخص سلاح، وده طبعا بعد أحداث ثورة 2011. كترة الجريمة وكترة السلاح وكترة مشاهد الدم بقينا نشوفها وبنستسهلها، وبقينا نعرض موقف واثنين وثلاثة على أعيننا وإحنا مستسهلين الوضع، لحد ما فوقنا على حادثة من أيام بسيطة كانت لطالب في الثانوي في محافظة المنوفية في تلا. تم قتله على ايد احد الشباب المستهتر اللي دايما فاكر ان السلاح هو لغه العصر، زي ما الفضائيات صورت ان البطل دايما هو السلاح اللي بيكون في ايده. الطالب ده تم قتله عشان بيدافع عن بنت تم التحرش بها في الشارع على يد مجرم اسمه راجح. احنا عايزين من برنامجنا ومن موقعنا ده نفعل قتل راجح واعدام راجح، لان القتل يا جماعه والجريمه ما اصبحتش هي لغه المجتمع، القتل والجريمه لغه يجب شجبها ويجب ايضا الوقوف ضدها. عايزه اعرف راي صديقاتي الجمال، وبالاخص نبدا بايمان، كان عندها تعليق ظريف على موضوع الجريمه، واعرف وجهه نظرها ايه في الجريمه. تمام. اولا بتقدم بخالص العزاء لاسره الشهيد البطل شهيد الشهامه والرجوله والاخلاق محمود البنا، وبتقدم بخالص العزاء لمحافظه المنوفيه تما، ونتمنى لهم ان شاء الله بالصبر والسلوان لاقل اسرته. اولا يا سهى، انا بتكلم في نقطه ان سوء التربيه مع سوء المعامله مع الاهمال مع عدم الاحتواء، كل ده في النهايه بيرجع لفشل في التربيه. صحيح. فكل ده بيأثر تأثير سلبي على الـ على الـ على الابن او البنت. فطبعا دلوقتي سوء التربيه وراها اسباب كثيره جدا. اولا ممكن تكون الام والاب في جهل، فطبيعي ما يكونش عندهم الوعي الكامل او الثقافه الكافيه، فطبيعي الولد او البنت بيتعاملوا معاهم ان هم جهله. تمام. فبالتالي ان هو ممكن يعمل كل اللي هو عاوزه، لسه ان هم ما يعرفوش ده ان هو بابا وماما جاهلين، فطبعا بيطلع بيعمل كل حاجه، مفيش عليه رقابه كامله، مفيش عليه رايح فين وجاي منين، ممكن بسهوله جدا هو يضحك عليهم. تاني حاجه الرفاهيه الزايده، الرفاهيه الزايده دي مصيبه. صحيح. في حد ذاتها انك انت كل حاجه حاضر وطيب ونعم، فطبيعي انا هعمل كل اللي انا عاوزه. بالظبط. ليه؟ لان ماما وبابا بيقولوا له عاوز عربيه حاضر، عاوز فلوس حاضر. طبعا في ناس ثانيه طالع عينيها وبتشتغل وبتسعى وفي الاخر ما بتاخدش حاجه. اما بقى طبعا المرفهين الزياده عن اللزوم اللي كل حاجه في حيتهم ابن، اللي كل حاجه في حياتهم بابا وماما، ما قدرش يقول لهم لا، دول بيطلعوا في النهايه، انا مش هقدر اعمم، لكن في الاغلبيه بيكون فيهم نسبه بلطجيه. صحيح. تمام. اولا لانهم معتمدين على الواسطه وعلى المحسوبيه وان بابا وماما يقفوا في صفهم وفي ظهرهم، بس ده غلط. انت المفروض شايفه ان نقطه الجريمه دي منتشره في الطبقه العليا زي الطبقه المتوسطه. صحيح. كله زي بعضه. انا ما اقدرش اتكلم ان الشاب البلطجي او اللي عنده سوء تربيه ده الفقير بس او الطبقه البسيطه. صحيح. بس بالعكس. صحيح. يعني برغم ان انا ليا تحفظ شويه، لان خبراء علماء النفس قالوا يعني ايه ان الطبقات فيها نوع من الجريمه بيزداد في طبقه عن الاخرى، بس انا هقول تعليقي بعد ما تخلصي. يعني تمام. لكن اللي احنا شايفينه في الواقع دلوقتي ان الثلاث طبقات زي بعض، العاليه والمتوسطه. طبعا ايمان قالت كلام جميل جدا، بس احنا عندنا مشكله اكبر من دي. الاصدقاء. هل في متابعه من الاسره للاصدقاء اللي انا بخلي ولادي يتعاملوا معاهم؟ الصديق ده ممكن يخلي بتبدا من سيجاره، جرب ايه المشكله؟ اصدقاء السوء. اكيد طبعا اصدقاء السوء دول يعني ما فيش معنى غير ان هم بيحاولوا يبوظوا الحياه ما بينهم وبين بعض. يعني مين احسن من مين، مين عنده ايه احسن من ايه، يعني المشكله السوق. في المشكله في الصديق انه بيتمنى لصديقه اي شيء زي ما انا عملت انت اعمل. صحيح. دي مشكله كبيره جدا. الحاجه الثانيه على فكره سوء التربيه، سوء ما لو في مبدا
رقابه، لازم يكون في رقابه من الاسره. لو ما فيش رقابه من الاسره يبقى انا كده خليت ابني يدخل في دايره انا مش هعرف اطلعه منها. الاهمال في التربيه برضو بيندرج تحته برضو مراقبه اصدقاء ابني. وطبعا زي ما انت قلتي اصدقاء السوء دي مشكله كبيره قوي، بتبدا بتجربه بسيطه او بكلمه صغيره وبعد كده بتندرج تدريجيا. برضو في برضو نقطه مهمه قوي جدا، بنتكلم عن الاسباب اللي بتؤدي الى انتشار ظاهره العنف والبلطجه في الفتره الاخيره او خاصه في الخمس سنوات، من ضمنهم سوء التربيه، من ضمنهم برضو اصدقاء السوء. فكره عرض ظاهره البلطجه والعنف في السينما والاعمال التلفزيونيه هي مهمه الحقيقه. احنا مش عارفين هل السينما هي السبب ولا هي النتيجه، هل هي الجاني ولا هل هي المجني عليه، هل اللي بيظهر في السينما بيؤدي الى ظهور ده في الواقع ولا السينما بتجسد وبترصد الواقع فعلا. يعني احنا بصراحه مش قادرين نحدد. لكن ممكن نتكلم ان الكلام ده حصل في السنوات الاخيره فقط. شخصيه البلطجي كانت بتظهر في السينما زمان مش بالشكل الموجود دلوقتي، بالعكس كانت بتظهر بشكل تثقيفي. شخصيه البلطجي دي كانت وظيفه على فكره موجوده في الجيش العثماني، كانت ايام الستينات. البلطجي كان شخص بوظيفته حمايه الحريم وحمايه السيدات، وكان بيظهر في شكل حاجه مش اوفر قوي او فيها مبالغه، مجرد شخص بيحمل حاجه اسمها البلطه، عشان كده جت كلمه البلطجي. كان بيبقى تحت القبض بالظبط، وكان هدفه فقط التهويش. يعني كان دور البلطجي التهويش. للاسف الشديد دلوقتي في افلام بنشوفها على ساحه السينما، زي بنسمع عن مش عارفه عبده موته والالماني واسماء غريبه، لغه السلاح هي اللي بتتعامل. البلطجي بيشيل سلاح ابيض، وبنلاقي مبالغه كبيره جدا في مناظر الدم. بالعكس سالنا كمان بعض الاهالي في المناطق اللي بيتم فيها تصوير الافلام، قالوا صحيح ده موجود لكن للاسف الشديد بيكون فيه مبالغه كبيره جدا في عرض الواقع، لدرجه ان المشاهد بيستسهل يا حنان. صحيح، يعني الشاب في سني انا ماسك سلاح انا ما امسكهوش ليه؟ صحيح بالظبط. حتى الاطفال عاوزين بيقلد اللي بيشوفه، ده هو ما يعرفش ده صح او غلط. ناخد بالنا منها، المبالغه بتؤدي الى ايه؟ الزياده. لكن رصد الواقع كما هو بيؤدي الى الحد من الظاهره. بالزبط. انت بيكون هدفك ايه غير التشويق والاثاره وللاسف الشديد الربح المادي؟ بالظبط، هو الربح المادي هو السبب الاساسي دلوقتي. انا بس عايزه اسال سؤال، يعني الموضوع ما عادش مقتصر على السينما يا حنان، عبده موته او الالماني. الدراما دلوقتي ما يعني الدراما دخل فيها عنصر الاسلحه ومش هنقول اثاره بقى والتشويق، ده عنصر فساد دخل فيها اكتر من السينما. يعني حتى ما كانش مقتصر على ان السينما الفيلم ده لا ده شكله وحش مش هودي ولادي للسينما، لا ده اصبح التلفزيون موجود عندي في البيت بيعرض نفس كل حاجه السيئه للاطفال. انت الريموت جنبك في اغلب الوقت عشان لما يجي منظر يعني معانا اطفال بس مش هتقدري تحبي ايه ولا بالظبط هتعملي ايه ولا لان حتى لو التلفزيون مش بيطلع مش بتتفرجي عليه انت معاكي موبايل، فاكيد السوشيال ميديا دي فعلا يا حنان دلوقتي اكبر مشكله، ويمكن اهم نقطه اتكلمنا فيها دلوقتي هي فعلا السوشيال ميديا الدراما والاعمال التلفزيونيه. ده حقيقه، ده اهم نقطه اتكلمنا فيها. تمام، يبقى احنا كده غطينا موضوعين غايه في الاهميه، الاصدقاء والتربيه او الاسره، وايضا السوشيال ميديا والاعلام. ظهر معانا برضو من شويه البوست الخاص باعدام راجح، في هاشتاج دلوقتي موجود على الفيسبوك، يا ريت كلنا نضم صوتنا لصوت الهاشتاج ونفعله ونشيره. يا ريت كل ام تحط نفسها مكان والده محمود البنا، الام اللي فقدت ابنها الوحيد في عز شبابه، كل بنت تحط نفسها مكان اخته اللي فقدت اخوها الوحيد في عز شبابه. ومن موقعنا ده بنوجه رساله لكل ست بتشوفنا ان احنا نحاول نفعل ونشير هاشتاج اعدام راجح. طيب احب بس الخص قبل فقره الانترو ما تنتهي موضوع الجريمه. خبراء علم النفس لخصوه في حاجتين اتنين ما لهمش تالت. الحاجه الاولانيه برضو اللي احنا ما اتكلمناش عنها يا بنات اللي هي الفقر، عايزين برضو نتكلم ان الفقر عامل اساسي لارتكاب الجريمه. انا كموظف او رب اسره معيش اصرف على اولادي، ادخل مدارس، ادفع كهرباء، ادفع فاتوره غاز، حتى اكل اولادي. في اسر ما زالت بتبقى وجبه البروتين عندها مره في الشهر واحده فقط، مش قادر ياكل فراخ، مش قادر ياكل لحمه، فطبعا دافع الفقر. العامل الثاني برضو عملاء خبراء علم النفس اكدوا على دور وسائل الاعلام، زي ما صديقتي الجميله حنان اكدت من شويه ان ليها دور اساسي في انتشار ظاهره الجريمه. اذا الفقر ووسائل الاعلام وجهين لعمله واحده. صحيح. وهي الجريمه. أعزائي المشاهدين تعالوا مع بعض دلوقتي نطلع فاصل صغير ونرجع تاني وفقرتنا مع الدكتور محمد إسماعيل القاضي واللي هيكلمنا عن مرض الإكزيما. انتظرونا بعد الفاصل.